أهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نحكي لكم على اللي نسميوه فريغو دي ديزير، فريغو الصحراء، ولا ما نعرفش كيفاش يتسمى في الجارغون تاعنا. نحنا كنا نستعملوا فيه جدودنا وجدود جدودنا، هو راس مالها جره وطرف رمل وماء. التمبيراتور توا في البيت هي 22 درجه و 57% هيوميديتي. في وسط الجرة 18 درجة، معناها في أقل من ساعة ونص، معناها ملي حطيت الترمومتر هذاك طاحت قريب لأربع درجات كمش أكثر، خاطر أنا بتاع البيت نصور طلعت شوية تو كي ضربت الشمس، خاطر هذاك 22 دوغري صباح بكري، كي طلعت الشمس تو نصور سخنت شوية البيت وبالنفس نتاعنا وبالعباد وكل نجم تبدل تطلع حتى 25 ولا أكثر شوية. في وسط الجرة هيك 18 90% أكاهو، هذه تخلي الخضرة ولا الغلة اللي تبدا محطوطة في البانيي ولا حاجة ما تفسدش. معناها في وقت تحطها انت على برا في وقت تشدك 3 ايام ولا 4 ايام بعد تبدا تخمر بشويه بشويه، في هذيك تقعد جمعتين وثلاثة جمله، معناها وتكون مهني على الاخر، خاطر انا جربت بكعب طماطم في وقت تقعد 3 جمعات في وقت تقعد 3 ايام تولي تقعد هذيك تقعد جمعتين ثلاثة بالمرتاح في الماء، تقعد لاباس عليها، لا تتهلك لا تتمس لا تخمر لا تسوس لا حتى شيء. معناها تبدا في بلاصه كيما هكا في الطبيعه، ولا تنجم تحطها حتى في البيت الداخل ولا حتى لبرا، معناها تعملها لبرا جاره اذا كان ما عندكش البلاصه تنجم تكبر فيها، اذا كان تاخذ جره اكبر وتعبيها بالرمل وتحط في جرة اخرى. البرانسيب سهل برشا، هو دونك كيما قلت لكم واحده كبيره جره كبيره وفي وسطها جره صغيره بالطين بالطبيعه، اللي في الوسط يتعبى بالرمل ومن بعد تصب الماء باش دفاسون الرمل هذاك يشرب الرمل، نهم يكون رمل صحراء رمل رمل نتاع بحر ولا حتى رمل نتاع البنيه ويكون مغربل باش تنحي كل بارتيكول الكبار ولا الحجر الكبير ولا هيك، يقعد رمل صافي. دونك هذاك تعبيهم بعدتي بالماء، هو بطبيعته كي تصب في الماء يبدا يتحفر بشوية بشوية عادي، هذاك الماء يبدا يحصل في بلاصته ومن بعد تو يتستوي شوية، يعني بطبيعتك تبدا تدور هكايا تتحرك فيها هكايا، تو الماء يبدا يتدرجح ومعاه الرمل يعاود يستويه بالضبط في النيفو كيف كيف البارتيات الكل ويشرب الرمل الكل. دونك شوية وسع بال صب الماء وكهو وبعد تنساها وتخليها رايضة هكاك وتتفقدها بعد مدة بطبيعته، خاطر الماء هذاك بصير كي ليفابوراسيون، خاطر الجارة تتنفس هي كيما نقولوا ينضح الماء ينضح بجرة، دونك تبدا تشرب تخرج في الماء هي كي يسيفابور يتبخر وتعدي البرودة للجرة الدخلانية اللي هي بطبيعتها اللي في وسط الدنيا الكل. دونك تعاود كل مدة تعاود تصب الماء تتفقد تتعس على عينك ميزانك على الرمال كان حسيته هكا حتى في صبعك تمسه تحسه بدا يشيح شوية، الهيوميديتي بدات تنقص تزيد شوية ماء وكهو. هذايا دونك استيس صغيرة حابين نشارككم فيها، نعاود نرجعوا لاصلنا القديم، خاطر حاجات هذوما ولاو توندونس كبيره في الاوروب اللي هما في الاصل ماخذينهم من عندنا نحنا البلدان الصحراويه اللي نعانيو في الجفاف ونعانيو في كل شيء، معناها ولاو هما يستعملوا فيهم واحنا ناسينهم معناها. دونك هذاك علاش اني كل مره ونتفكر حاجه ونجربها ونبارطاجيها معاكم وان شاء الله تعمل فايده ويعطيكم الصحه الناس الكل.